هنروح مع حضراتكم لأخبار تانية مهمة احنا شايفين ان احنا لازم نحط حضراتكم فيها. هنبتدي بانفراد لينا هنا في برنامج الأبطال، ألا وهو كأس أو كأس مصر وبطولة الدوري السوبر لكرة السلة اللي موسم 2021 في خطر. البطولة فيها صعوبات جامدة جدا لاستكمالها، وده انفراد. طب هتقول لي يا كابتن طب انت عرفت منين؟ انا اقول لحضراتكم بتسلسل الاحداث وانتوا هتعرفوا. يعني انا من قراءتي للاحداث الحقيقه الاتحاد في ازمه جامده والموسم الرياضي او الدوري في خطر. ليه بقى؟ لو تفتكروا حضراتكم بطوله افريقيا اللي هي كانت المفروض تتلعب في 2020 للانديه اللي كانت باتحاد ما بين دوري الام بي اي الامريكي والاتحاد الافريقي لكره السله كاول نسخه في التاريخ يحصل اتحاد ما بين الاتحادين دول عشان يتبنوا الام بي اي يجي يتبنى بطوله افريقيا للانديه. طب ليه بيعمل كده الام بي اي؟ عشان افريقيا هي اكبر مصدر للاعبين في الام بي اي، فهو قال لك خلاص انا هاجي لكم بنفسي. والبطوله كانت 2020 حصل كورونا اتاجلت، بقت قعدت تتاجل لغايه ما قال لك خلاص هتتلعب في شهر مايو في رواندا. وبالمناسبه رواندا فيها طفره رياضيه كبيره جدا. فالبطوله هتتلعب من 16 مايو ل 30 مايو، انا بقول لكم بالتواريخ، احنا انفراد محدش اتكلم في الموضوع ده قبلنا. طب هتقول لي طب يا كابتن ايه المشكله ده هم 14 يوم؟ لا، الاتحاد الافريقي والام بي اي طلب الفرق المشاركه وهم 12 فريق يروحوا من يوم 4 مايو، اي قبل انطلاق البطوله ب 12 يوم، فتره حضانه المرض، عشان لو لا قدر الله حد من الفرق اللي رايح هيخش البابل اللي هي الفقاعه بتاعت البطوله، لو ظهرت عليه اعراض دي فتره كافيه ان الاعراض تظهر. طيب يعني معنى كده المشارك مين؟ ممثل عن مصر، لان هو حامل لقب نسخه 2019 من الدوري، نادي الزمالك. فاذا نادي الزمالك لازم يكون هناك في رواندا يوم 4، فيمكن اخر ماتش ليه ممكن يبقى يوم 2. بس في انباء تانية جايه لنا، انا ما عنديش الحقيقه ما يؤكد او ينفي ذلك، ولكن في انباء جايه انه الام بي اي والاتحاد الافريقي طلبوا ان نادي الزمالك كممثل للممثل عن مصر هيشارك. اخر مباراه هيلعبها يوم 19 ابريل. طب هنقول الكلام ده هنشتغل على الورست كونديشن او الأسوأ، انه مثلا نقول الكلام ده مش صح، الأسوأ الايه او الاحسن؟ الاحسن هو الأسوأ في حته انه للاتحاد او المنظم، الاحسن انه ايه؟ انه يسافر متاخر، اللي هو يسافر يوم يكون في رواندا 4، تمام؟ يعني هيبقى اخر ماتش لعبه 2 او 1 ابريل او 1 مايو. فاحنا بنتكلم النهارده ان الدوري الترتيب اللي بيتلعب دلوقتي اخره يوم الجمعه القادم يوم 9 ابريل. اذا انت عندك من يوم 10 ما تحسبوش، من يوم 11 ابريل لواحد مايو 20 يوم، هتلحق تخلص فيهم دور الثمانيه لكاس مصر ودور الاربعه والفاينل، دول لوحدهم عايزينهم اسبوع. هتلحق تخلص البلاي اوفيس اللي هو بقى من دور الثمانيه حسب الكلام اللي جانا خمس ماتشات بلاي اوفيس، ماتش 2 3 وما بينهم يوم راحه، يعني انت في الدور الواحد عايز لك على الاقل 6 ايام. هتلحق تخلص دور الثمانية والأربعة والفاينل للفرق المختلفة، لأن أنت بتلعب يوم ويوم تاني فرق تانية، يعني أنت عايز لك على الأقل شهر ونص مينيمم عشان تخلص البطولة. إحنا فاضل لنا قد إيه؟ ده أنت لو لعبت كل يوم إحنا فاضل لنا قد إيه؟ حسبتها لحضراتكم من 11 إبريل لواحد مايو. هتقول لي يا كابتن طب نلعب بعد بطولة أفريقيا للأندية اللي هتخلص 30 مايو، يعني نادي الزمالك هيرجع قول 1/6، قول أول مباراة ممكن تبقى 4/6 أو 5/6. آه بس في مشكلة، الأفرو باسكت بول اللي هي بطولة أفريقيا في شهر 8، هل كابتن أحمد مرعي المدير الفني هيكتفي بمعسكر أسبوعين ثلاثة؟ ما احنا هنستأنف، فممكن ناخد لنا شهر من 5/6 ل5/7، 10/7 بالراحة، أقل من شهر على بطولة أفريقيا. هل كابتن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر هيوافق بشهر أو أقل من شهر إعداد للفريق؟ أشك. إذا في أزمة، في أزمة كبيرة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هيطلع من الافرو في اولمبيات، والاولمبيات انتخابات الاتحادات. اذا في ازمه كبيره، والازمه دي الله اعلم هتبقى حلها ايه. طبعا هي مطروحه على طاوله الاتحاد والله اعلم هيبقى حلها، ولكن هي ازمه كبيره.